مشاهدينا الكرام، نرحب بضيفنا في هذه الحلقة بالسيد الصادق الرزيقي، رئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين. سيد الصادق، مرحبا بك. عليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لك وللسادة المشاهدين. أهلا بك سيد الرزيقي. في البداية لو إطلالة على تطورات الأحداث العسكرية اليوم، خاصة في العاصمة الخرطوم. شهدت العاصمة الخرطوم اليوم اشتباكات متفرقة، يعني الآن يتحدث الأخبار عن وجود بعض الاشتباكات. صحيح الاشتباكات خفت وضعتها في بعض مناطق الخرطوم، ولكن هناك اشتباكات متقطعة داخل وسط العاصمة حيث القصر الرئاسي أو مناطق أخرى قريبة من القيادة العامة، لكن واضح من إعلان السلطات الرسمية والقيادة العامة أننا أو السودان سيشهد انفراجات كبيرة في غضون الأيام المقبلة. كذلك الحديث عن محاولة تشغيل مطار خرطوم، ذلك يعني أن كل هذا المحيط أصبح يعني محيط آمن. هناك اشتباكات طبعا في منطقة شرق النيل، هناك اشتباكات في غرب أم درمان، كلها بسبب وجود بعض الجيوب المتفرغة لميليشيا الدعم السريع في هذه المناطق، والجيش يتعامل معها. بالتأكيد الآن الحديث في الخرطوم ليس عن استمرار المعارك أو عدمها، لأنه الجميع بات يشهد أن لم تتبقى من العملية العسكرية الكثير إلا حسم المجموعات الموجودة في وسط خرطوم، الموجودة داخل الأحياء السكنية والمنشآت الاستراتيجية كمحطات المياه أو المستشفيات أو غيرها. لكن لا يوجد قتال بمعنى القتال في الأيام الأولى أو في الأسبوع الأول. كذلك الجيش استخدم خطة بدت لبعض الناس بطيئة، لكن بدت تؤتي ثمارها، خطة النفس الطويل في التعامل واستخدام قوات من الخارج وقفل المنافذ لأي إمدادات أخرى، سواء كان من الولايات أو من خارج الحدود. طيب سيد رزقي، معذرة لأنه هنا نقطة أشرت إليها وهي نقطة مهمة جدا. فيما يتعلق بما صرح به الجيش السوداني اليوم، قال إن الأيام القادمة ستشهد انفراجا كبيرا في الأوضاع على الأرض، والموقف العسكري مستقر في الداخل وفي خارج الخرطوم. برأيك ما هي الانفراجة التي يشير إليها الجيش اليوم؟ هل بانتهاء هذه الجيوب تماما؟ هل يعتمد على التحشيدات العسكرية التي وصلت الخرطوم أو في طريقها؟ طبعا الجيش عندما يتحدث عن انفراجات يتحدث عن عدة محاور. نعم، إذا أخذنا المحور الأول هو وسط الخرطوم الذي فيه مقر القيادة العامة، القصر الرئاسي، مطار خرطوم. بعزم السلطات على فتح مطار خرطوم يعني أن مطار خرطوم والدائرة حول مطار خرطوم باتت مؤمنة. الجيش منذ أيام يتحدث أن محيط القيادة صار مؤمن إلا من قصف من مناطق بعيدة على مقر القيادة. هناك جيوب صغيرة موجودة قرب مقر القيادة، هي موجودة لتقديرات يعلمها الجيش أنهم يحتفظون بعض أسر الضباط أسرى أو بعض الأسرى لديهم، فلذلك هذه المناطق الجيش يحاصر المجموعات الموجودة ولا يشتبك معها، يعني حفاظا على أرواح الموجودين على محيط القصر، لأنه هنالك بعض الجيوب الصغيرة موجودة خارج القصر الرئاسي أو حوله تحاول من فينة لأخرى أن تهاجم. تأكيدا لحديث الجيش الآن، كثير من مناطق الخرطوم بدأت تعود فيها الحياة إلى طبيعتها السابقة، وهذا واضح طبعا حتى مما يتناقله السودانيون من صور ومقاطع مصورة ويعني أحاديث مباشرة، خاصة فتح المتاجر، فتح الأسواق، انتظام حركة المواصلات العامة، هذه كلها الآن موجودة، كلها تبشر. كذلك يتحدث الناس في الخرطوم الآن، يعني خفت أصوات الاشتباكات ليس بسبب الهدنة الموجودة، ولكن بسبب أن العمليات العسكرية نفسها خفت. يبدو أن يعني عناصر التي تتبع لميليشيا الدعم السريع لا تريد أن تستنفذ كل ما لديها من ذخائر، خاصة مضادات الطائرات أو الذخائر الأخرى، لأنه لا يوجد إمداد فعلي لهذه القوات. فهذه كلها مؤشرات واضحة ودلائل على أن الأوضاع في السودان تسير في الاتجاه الأفضل، وتبدو القوات المسلحة الآن واسعة أكثر من قبل أنها تستطيع
في قضون أيام أن تفرض الأمن والاستقرار في ربوع السودان كله ولا سيما العاصمة القومية.